سؤال بطولي. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عملية إنقاذ طفلين من حريق كاد أن يودي بحياتهما لولا أن خاطر شبان مغاربة بحياتهم لإنقاذ الطفلين. الفيديو مشاهدين انتشر على مواقع التواصل ويظهر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة عين عودة بضواحي الرباط، حيث تسلق الشباب سطح المبنى المحترق لإنقاذ طفلين يستغيثان من نافذة أحد المنازل التي اندلع بها الحريق. واستطاع الشباب سحب الطفلين من نافذة المنزل وإنقاذ حياتهما. حظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين من أشاد بعملية الإنقاذ ومن انتقد غياب الدولة. فاطمة تقول: الحمد لله، الخير والشجاعة ما يزالان يمضان في قلوب مجتمعاتنا، يظهران في أوقات المحن كالنور في الظلام. أما حساب توكسينوس فيقول: نموذج عملي لما يطلق عليه الدولة الاجتماعية الذي يتم التخطيط له في أفق 2026. الدولة غائبة فيه، فقط المجتمع، الطبقة الكادحة هو من يعيل نفسه بنفسه فيه ويعيل فوق ذلك مؤسسات الدولة. أما بروفيسور شرف فيقول: تبارك الله، عندنا أفراد يتدخلون بسرعة أسرع من فرق الوقاية المدنية بسبب الإجراءات الإدارية قبل الخروج للمهمة. بحال هذا الشباب يقدر يكون عاطل عن العمل، هم من يستحقون العمل. تدوينة أخيرة مشاهدينا من أبو سامي يقول: منظر تقشعر له الأبدان والأرواح والقلوب. الحمد لله والشكر لله، تحية إجلال وإكبار لهؤلاء الشباب الشجعان الذين أنقذوا الأطفال الصغار من موت محقق.